أولاً علي وعمر عليهما السلام إمامة نبوة وملك قضاء وحكم طولاً أو عرضاً. يا التشريع والتربية الروحية والمعنوية إضافة للقدوة الحسنة في السلوك والأخلاق مع النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والدعاء بالمغفرة والرحمة من الوظائف الأساسية لإمامة النبوة. كاف بعد جعل وتنصيب الملك لم يتوقف النبي صموئيل عليه السلام عن مسؤوليته ووظيفته في إمامة النبوة من العلم والتشريع والنصح والدعاء والرحمة، حيث قال: لا تحيدوا عن الرب بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا، وأما أنا أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. اتقوا الرب واعبدوه بالأمانة من كل قلوبكم، وإن فعلتم شرا فإنكم تهلكون أنتم وملككم جميعا. لام في نفس الإصحاح قال جميع الشعب لصموئيل: صل عن عبيدك إلى الرب إلهك حتى لا نموت، لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. فقال صموئيل للشعب: لا تخافوا ولكن لا تحيدوا عن الرب، بل اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا، لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة. لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. ميم عن سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلوات والتسليم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، تحذو أمتي حذو الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، لتركبن سنة من كان قبلكم، لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. المهندس الصرخي الحسني.